بقى عشان جمهور النادي الاهلي، ويعني المسانده الكبيره للشناوي تحديدا، والمسانده الكبيره للفريق على مدار بطوله كاس العالم تحديدا. حتى في المباراه النهائيه كانوا بيشجعوا اللعيبه، المباراه بتاعت بايرن وتيجرس، وبيطلبوا العشره يا اهلي، وبيطلبوا السوبر يا اهلي، وكلام كتير جدا. حابب تقول لجمهور النادي الاهلي؟ بقول للجمهور طبعا انتوا بالنسبه لنا رقم واحد، زي على طول احنا بنقول كده على طول، وانا اللي بقول كده على طول، انتوا بالنسبه لنا جمهور رقم واحد. وبشكر الجمهور اللي كان جه ورانا في الدوحه، يعني بصراحه من اول يوم وصلنا، يعني ادى شعور للعيبه وحماس للعيبه ان احنا ما نرجعش الا بالبرونزيه اللي احنا متوعدين عليها اللي احنا قبل ما نروح. بشكر الجمهور، انتوا على طول مساندينا في الـ في الـ في الحلوه قبل المره، على طول بتشجعونا، ده دايما على طول لازم تشجعونا ولازم تشجعوا اللعيبه في الفرحه معانا وفي الخساره معانا. طبعا يا رب نفرحكم على طول، ويا رب دايما نجيب لكم بطولات عشان تكونوا فرحانين. طول ما انتم فرحانين احنا بنفرح، انتم ما بتزعلوا احنا برضو بنبقى زعلانين، مفيش حد يفتكر ان احنا بنبقى زعلانين، احنا على طول احنا اكتر ناس بنزعل معاكم. انتم بتزعلوا اكتر، بس احنا برضو بنزعل كمان معاكم. مفيش حد هنا في النادي او حد في اللعيبه، واحد في اللعيبه هنا اما يبقى خسران بيبقاش متضايق، بيبقى متضايق جدا ان هو مبيبقاش يفرحكم. انتوا بالنسبه لنا رقم واحد، وانتوا على طول مساندينا. بقول لكم خليكم على طول في ظهرنا وفي ظهر اللعيبه بالذات، ودعم للعيبه، اي حد من اللعيبه لازم يبقى فيه دعم ليهم، كبير وصغير، لازم اي حد يكون موفق لازم تكونوا معاه، مش موفق لازم انتوا تشجعوه، لازم اي حد مش موافق لازم تشجعوه. مش عايزين اي انتقادات خالص في الكلام ده خالص. الانتقادات بالنسبه للعيبه ممكن واحد يسمع 200 واحد بيتكلم عليه كويس، بس واحد بس يتكلم عليه وحش بيتضايق. دي عامه دي نوعيه البشر عامه، لما حد يتكلم واحد بس بيتكلم عليه وحش بيتضايق، حتى لو سبع من 200 واحد كويس. انتوا على طول بتدعموا الناس، لازم تدعموا اللعيبه كلها، اللعيبه دي كلها في الاول وفي الاخر بتحب ناديها، مفيش واحد هنا ما بيحبش ناديه، واحنا في الاول وفي الاخر عايزين نفرحكم، وانتوا بالنسبه لنا رقم واحد، وان شاء الله نفرحكم الفتره الجايه ان شاء الله. توفيق يا بطل، شكرا ليك. الف شكر يا امير، شكرا.